أي مطار في أي مدينة أو بلد له أهمية كبيرة، لما له من خدمة النقل والتواصل بشكل سريع ومريح، طبعا ناهيك عن جذب الاستثمارات والأيدي العاملة سواء لنفس المدينة أو المحافظة أو المدن والمحافظات المجاورة. أما بالنسبة لكلامنا عن مطار الموصل، بالنسبة لنسبة الإنجاز 35%، المواطن الموصلي والأكاديميين وأي مستثمر في هذه المدينة يرغب بإنجاز هذه الخدمات بأسرع وقت وبأفضل خدمة على أحسن ما يرام. قد نرى أن هناك تلكؤ، لكن هذه المسألة هل هي فعلا وفق المواصفات الهندسية أو غيرها، هناك تأثيرات إن شاء الله تكون هناك مساعي حثيثة من قبل حكومتنا المحلية والحكومة المركزية لتجاوز هذه العقبات إن شاء الله. راح تكون المدينة بعد تشغيل هذا المطار إن شاء الله والعمل به هو المتنفس مباشرة للعالم، يعني نقطة انطلاق نحو العالم مباشرة، خطوط هناك إلى مدن عالمية مثل اسطنبول، المدن الأوروبية غيرها إن شاء الله تكون. فالمستثمرين، نقل البضائع المستعجلة أو البريد يكون بشكل أسرع وأفضل. أكدنا دائما على عودة مطار الموصل لأهميته، على الرغم يعني من تحفظه يعني على الموقع الحالي، يعني باعتبار داخل مدينة الموصل كان يفترض أن يكون المطار كمطار نينوى الدولي أن يكون في المنطقة المخصصة له في منطقة السحاجة، وأن يكون يعني مطار الأرض واسعة ممكن أن ننشئ أكثر من مدرج ومساحة أكبر وانتعاش المنطقة فيه. ولكن نعم، أنا أصلا أنا يعني عندي اطلاع على المطار وأعرف يعني حيثيات المطار ومتى بني المدرج، وحقيقة يعني المدرج الحالي يعني مدرج لا يمكن توسعته بشكل كبير بسبب وجود التلة الأثرية، التلة البوسيف، يعني من الناحية الأخرى منطقة الدندان يعني المدرج محصور. مع هذا يعني إنشاء المطار هذا هم يعني أفضل من عدمه. كما تعرفون يعني المطار تم يعني إعادة تأهيله في فترة المحافظة السابق، وكان يعني تعهد أن هناك يعني فترة قياسية لإنشاء المطار، يعني بناء المطار أصلا ولا يحتاج إلى وقت كثير. يعني المطار وجود يعني المدرج أهم شيء بالمطار، المدرج وثم صالة، بناء صالة لاستقبال الوافدين يعني، وأيضا يحتاج إلى جملونات لباوزرات الوقود وباوزرات الهواء المتخصصة بالشعبة الفنية للمطار أيضا. يعني كل هذا، المدرج أيضا هو موجود أصلا، يعني مدرج المطار هو موجود، فالمتضرر في المدرج هي الفواصل والتأخير. حقيقة التأخير لا يحتاج إلى كل هذا الوقت، يعني أي سنتين مرت على بناء المطار لحد الآن 35 بها كلش يعني هذا يعني ظلم، طبعا ليس بالمستوى المطلوب. ويفترض أن يعني أن يكون هناك جهة المسؤولة القائمة، الشركة، أن الممثل الإعلامي عن الشركة أن يظهر أمام الإعلام ويبين سبب التأخير، وين وصل المطار، المدة المنجزة، كم متبقي، ما هي المعوقات، لحتى يعني المواطن المصلي يكون على دراية بهذه الأمور.